ده بيعمل ايه؟ هتطبخ رمل ولا هتطبخ طين ولا هتطبخ ايه؟ ما خلاص، ما احنا بقينا متعودين منكم على كل حاجه. لا خشبه، اه ده كانت واخداها وراحه على النهر، جاب والله شكل حته اللحم حلو يا جماعه، تحس انه بيعمل لها مساج، تحس بص بيطبطب عليها، اللي هو ارقدي في سلام، ارقدي في سلام. جاب التوم وجاب الفلفل، افرم. انا بقى ايه ده؟ اوه انا بحب اللحظات دي، تقعد كده بقى عند اي حد بتاع كباب وكفته وتستمتع بقى ايه، والصواني نازله حواليك للناس، وطبعا كالعاده هيتاخروا عليك في نزول الاكل، وانت تقعد هتشبع من السلطات ومن مناظر الاكل اللي بينزل على الترابيزات جنبك من قبل ما الحاجه تجيلك. بتبقى اصعب لحظه عليا بصراحه لما بروح محل مشاوي يا جماعه والصواني عماله تنزل حواليا وانا بتساور وبتزاول، اه الصينيه دي جايه لي انا او لا، تقوم نازله عند اللي جنبي. ما علينا، طبخ طبخ عجب، 100 100. هو انت بتطبخ لحم كلاب ولا ايه؟ انا مش فاهم، ممكن يكون بيأكل الكلب معاه. لايك الفيديو واشتركوا في القناة، وما تنسوش تصلوا على النبي.